مبدئيا كده مش جاي اكلمك في قصه رومان رينز، انا جاي اوريك حاجات يمكن ما شفتهاش قبل كده في القصص بالنسبه لناس كتير ومش بالنسبه لي عشان ما يحصلش مشاكل كتير في الكومنتات. رومان رينز في اخر 4 سنين حط نفسه مع افضل المصارعين في العالم. ما تنساش بس تحط لايك لان المجهود المعمول يستاهل انك تحط. ويلا نبدا. رومان رينز قدام كيفن اوينز في تي ال سي 25 ديسمبر 2020، حرفيا هو لسه واخد اللقب طز. وفكره بقى خسارته في الاول كانت حاجه عاديه بالنسبه للجمهور، كانت لسه بقى بدايه ملامح الشخصيه الجديده. وشفنا ماتش حرفيا فاجر، كده كده كيفن اوينز من اجمد المؤدين دلوقتي في الدبليو دبليو اي، وكان لسه يا دوبك في بدايه قصته مع البلود لاين. تكسير بقى ترابيزات وعمل كل حاجه في الماتش. يمكن في البدايه فكره ان دي شخصيه رومان رينز الجديده الناس ما كانتش فاهمه، ده ما كانتش فاهمه ان هو بيكسب بالغش بس، فالموضوع ما عجبهاش. لان جي اوسو قبل ما يبقى اسمه المين ايفنت كان حرفيا طول الماتش بيرخم على الخصم، ولحد ما جينا للمشهد الاخير كيفن اوينز بيعمل باور بامب لرومان رينز وطالع على السلم عشان خلاص ياخد اللقب من فوق. واتمنى والله ان العرض ده يحصل تاني قريب. قام دخل له جي اوسو ساعتها تاني، كيفن اوينز برده قدر عليه وراح رزعه الاستنر وطلع تاني عشان يخلص الحوار وياخد اللقب من فوق. قام رومان رينز هو كمان طلع فوق السلم ورزع واحده لو بلو وقفل على الجلياتين شوك لحد ما كيفن اوينز فقد الوعي ورومان رينز اخذ اللقب ونزل. دي كده في البدايه خالص كانت واحده من اخطر الفرص اللي رومان رينز كان هيخسر فيها اللقب. بعدها على طول في نفس الاسبوع رومان رينز لعب كيفن اوينز تاني بس في عرض سماك داون بقى، وبرده الماتش كان حلو وكل حاجه بس اكيد مش بحماسه الماتش اللي كان في الاول. يعني معلش يعني يا كيفن اوينز انت ما كسبتوش في تي ال سي جاي تكسبه في سماك داون؟ فحسيت ان هي كانت فكره غبيه الصراحه، كنت شايف ان المفروض يلعبوا الاول في سماك داون بعدها يلعبوا في تي ال سي مش العكس. لان لو قلنا ان هو كان عايز يلعب ماتش نضيف من غير غش فبرده جاي اوسو دخل ورابط ايده في الجنزير بعد ما هو كان خلاص خلص على رومان رينز وخارج. برده قام رومان رينز قام وهو ايده مربوطه وخرج وهو معلق. يمكن المره دي الفرصه دي ما كانتش خطيره ان كيفن اوينز يكسب، بس انا حبيت اقولها لكم عشان نربط الاحداث ببعض. بعد كده خلاص كنا متجهين للرويال رامبل اللي اتش كسبها، وبعدها رحنا لعرض فيستلين. حرفيا يا جدعان رومان رينز ما كانش بيفوت عرض في الفتره دي. رومان رينز قدام دانيال براين، يعني اساسا دانيال براين اكيد كلنا لحد دلوقتي ندمانين ان هو خرج من الدبليو دبليو اي. انا عارف ان هو ما كانش واخد حقه وكل الكلام ده، بس خد بالك برده في ناس كتير ما تتفرجش على الاي اي ده. المهم الماتش كان حلو، بقول لك دانيال براين في الماتش والقصه كان فيها ربط الاحداث وافهمك ليه. هو مبدئيا كده في اول الماتش اتش هو اللي دخل وقعد مع طاوله التعليم، والماتش ده على قد ما هو كان حلو الا انه كان في حاجات غريبة انا مش فاهم ازاي بتحصل اساسا. بص يا عم الحكم كان واقع على الارض كعاده متشه رومان رينز، مفيش اي حاجه جديده، بس كان لسه بقى لو انت فاهمني الموضوع جديد. قام دانيال براين استغل الفرصه وعمل يس لوك لرومان رينز، ورومان اساسا استسلم في اللقطه دي. بس الفكره ان ايدج ما صبرش ودخل ضرب رومان رينز بالكرسي. لا بص هو ضرب دانيال براين الاول، بعد كده ضرب رومان رينز، بعد كده رجع ضرب دانيال براين. فتمام ماشي يا عم انت بتضيع على براين الفرصه عشان انت ورومان رينز تبقوا لوحديكوا في ريسل مينيا. ده ضرب كرسيين وده ضرب كرسي، هل ده شيء منطقي ان رومان رينز يروح يثبت دانيال براين؟ يعني انت عارف حتى لو رومان رينز قام ورزع صبير عشان هو ليه الافضليه تبقى منطقيه شويه، لكن معلش يعني هو ضربه الكرسي بقت بتنود دلوقتي، خصوصا كمان ان رومان رينز هو كمان اتضرب. فلا يعني على قد ما الماتش كان حماسي وجامد اللقطه الاخيره انا ما فهمتهاش اساسا، لدرجه اني لما شفتها افتكرت ان في حته عدت مني وانا ما شفتهاش. فايدج لما عمل كده الدنيا اتقلبت عليه وبقت ثلاثيه في ريسلمانيا. ما عجبنيش الماتش الثلاثي في المانيا الحقيقه، وما كانش فيه اي حاجه خطيره على رومان رينز. كل ده الدبليو دبليو اي عملته عشان يروح لماتش فردي ثاني بين ايدج ورومان رينز في ماني ان ذا بانك. وكده احنا خلصنا 3 فرص، خلينا نروح ل7 فرص الباقيين. ماني ان ذا بانك 2021 رومان رينز قدام اتش. حقيقي كان نفسي في الفتره دي قوي ان اتش ياخد اللقب، لانه حرفيا كان في فورمه جامده جدا تاهله مرتاح انه ياخد اللقب. لو على الاقل مش من رومان رينز كان ممكن ياخد اللقب للناحيه الثانيه عادي خالص. الماتش بيتلعب ومش هضحك عليك كان عندي امل كبير ان ممكن اتش ياخد اللقب. والماتش ده مش هقول لك ان كان في فرصه واحده ممكن رومان رينز يخسر فيها اللقب، لا ده كان في فرص بالعبيط. والله العظيم رومان رينز عمل كام نير فول من اقوى ما يكون، ولكن برده ما كانش في منطقيه في اللي بيحصل. اتش ونفس الموضوع برده كان بيحاول يكسب رومان رينز بالاخضاع، وبرده رومان رينز كان خلاص بيستسلم. بس احنا كنا فهمنا خلاص ان رومان رينز كده كده غشاش. لا والمشكله ان في الماتش ده لما جاي وجيمي دخلهم ري ميستيريو ودومينيك ميستيريو، لان ساعتها كان في عداوه ما بينهم، فاللي هو خلاص بقى معقوله رومان رينز هيخسر. قام ساعتها لقينا سيس رولينز بيدخل وبيعمل سوبر كيك لايدج، ايدج بعدها بيقوم يعمل سبير لرومان رينز، وواحده من اجمد اللقطات لما رومان رينز فك التسبيق وبيحضر تاني عشان يعمل سبير من جديد ويخلص على رومان رينز. قام دخل سيس رولينز تاني شتته ورومان رينز ثبت وكسب. فعلى قد ما الماتش كان جامد قوي وكان عاجبني ويعتبر واحد من اكتر الماتشات اللي عجبتني في فتره رومان رينز اساسا، على قد ما كنتش فاهم هو سيس رولينز داخل يعمل ايه اساسا. جون سينا بعدها عاد في لحظه مفاجاه، وخد بالك ما كانش فيه تسريبات زي دلوقتي كده. هو الماتش ما كانش له لازمه بس اللقطه كانت حلوه الصراحه. وانتهى عرض ماني ان ذا بانك على الشكل ده. بالنسبه لي ما جاش لحد دلوقتي ماني ان ذا بانك زي قصدي يعني في الماني ان ذا بانك اللي بعده مش اللي قبله. رومان رينز بعدها راح لعداوه رغم ان هي المفروض تكون رئيسيه، وفين بالور حرفيا كان محتاج الدفعه دي في عرض اكستريم رولز، خصوصا انه كان بشخصيه الديمون كينج. لكن لا الدبليو دبليو اي اعتبرت ان الموضوع ده عداوه تسليكيه لرومان رينز علشان يروح لجون سينا في سمر سلام. فمن البناء ومن اللي
شفناه عرفت ان فين بالور مش هيكسب ولا حاجه. ساعتها بقى كان خلاص البلود لاين تطوره خالص، ما حدش يقدر يقرب من روما رينز اساسا. بيعمل لروما رينز برضو كوفيدي جراس، لكن بيجي البلود لاين بيشد رجله، وبعد معركه كبيره تحت فجاه كده بنلاقي فين بالور اتحول لشخصيه غريبه والدنيا قلبت اللون احمر. وكنت شايف ان هما المفروض يهدوا اللون شويه عشان الناس تشوف كويس وتحس ان الضوء ده كان مدي قوه للشخصيه. فين بالور طلع وكان عايز يعمل كوفيدي جراس. طب بص لي بقى على كميه الهطل اللي كانت في اللقطه دي. طلع فوق والمفروض ان هو ينط خلاص، فضل واقف بتاع حوالي 15 ثانيه اللي هو ايوه طب انت مستني ايه اللي يحصل. هي مش غلطه منه بس هي بطء من المفروض حركه هتحصل بعدها. مره واحده الحبل اتقطع ونزل، مين اللي عمل كده لسه مش عارفين. ام روما رينز رزع صبير وكسب الماتش. كله قال لك في ساعتها ان اللي عمل كده هو براي وايت، وان الضوء ده بقى براي وايت ومش عارف ايه وكلام من ده. بعد كده طبعا براي وايت ما ظهرش ولا حاجه، ففهمنا خلاص ان اللي عمل كده هو بول هيمن. ودي تقريبا كانت المره الاخيره اللي الدبليو دبليو اي بتدفن فيها شخصيه الديمون كينج فين بالور. بعدها بنروح لماتش واحنا كده خلاص تخطينا 2021 ورايحين ل 2022، او يمكن كنا في نصها تقريبا. ماتش درو ماكنتاير قدام روما رينز في كلاش ات ذا كاسل. بص احنا لما شفنا الماتش ده في لحظته والجمهور بقى اللي كله اتعشم في اللحظه اللي درو ماكنتاير كان بيجهز فيها عشان يعمل الكليمور الاخيره، لا والمشكله ان هي نجحت، وكمان كان شي اوسو وجيمي اوسو ممنوعين من السفر للعرض، فاللي هو معقوله درو ماكنتاير هو اللي هينهي المسيره. واملنا في ربنا كان كبير عشان العرض في بلده اللي هو هي كانت هتبقى لحظه ضخمه فعلا، ودرو كده كده يستاهل يعني محدش هيختلف في ده. ولكن فجاه ظهر لنا الشخصيه اللي لحد دلوقتي احنا مش طايقين نفسنا بسببها، سولو سيكوا. في ناس ساعتها لما شافت سولو سيكوا ما كانتش عارفه مين ده، لحد ما مايكل كول قال ان ده اليانجر براذر لجي وجيمي. بس والله برضو لو تبصوا لاول ظهور لي كنت تحسوه كده نظيف ومصارع بجد، مش عارف اللي حصل له دلوقتي ده من ايه. المهم طبعا هو شات درو ماكنتاير كعاده كل متوشه روما رينز، وروما رزع السبير وكسب. قرر ان درو ماكنتاير يخسر في بلده وكانت حاجه مش صح. ليه؟ لان الجمهور ده اساسا جاي طمعان ان درو ماكنتاير يكسب. انت جيت كمان السنه اللي بعديها وخسرت درو ماكنتاير، فانت ما تفكر تعمل عرض تاني هناك. الجمهور من الاخر كده مش هيبقى مستني ان درو ماكنتاير يكسب ولا حاجه، لا عادي ما هو خلاص خسر مرتين. وبعدين كارين كروس كان عمال يشتت في درو ماكنتاير، ولو كنت متابع في الفتره دي تحس ان دافيد بي ما كانتش عارفه تعمل ايه بكارين كروس. هل تدخله في عداوه مع رومان رينز واللي هو اخر ما اتزنقوا خش مع درو ماكنتاير في عداوه؟ لكن برضو الماتش حرفيا اداؤه كان جامد وحماس الجمهور فيه كان رهيب، بالذات في الحته الاخيره بتاع درو ماكنتاير. فبرضو واحد من الماتشات اللي علمت معايا في الاربع سنين بتوع رومان رينز. بعدها احنا بنروح لماتش رومان رينز قدام كيفن اونز في رويال رامبل. طب ده ايه؟ لا ده ماتش عادي ما فيهوش اي حاجه مش منطقيه، ده ماتش كان تمام وسليم وكل حاجه. بس دي كانت نقطه انتعاش البلود لاين. انا مش بكلمك في الماتش خالص، انا بكلمك بعد الماتش لما رومان رينز قعد يقول لسامي زين خد اضرب كيفن اونز وهو مش راضي، وفي الاخر راح ضرب رومان رينز بالكرسي. يا جدعان اللقطه دي كانت جامده جمدان، وبالنسبه لي من الاخر كده دي واحده من اقوى لحظات سامي زين اما كانتش الاقوى بجد. يا جدعان كان الستوري تيلينج في الحته دي في حته ثانيه خالص. اهو ده بقى ما كانش ماتش، لا دي كانت سيما بجد. وفكره ان جي اوس يزعل ويغضب من البلود لاين كانت جامده قوي برده. بعدها اتجهنا على طول لعرض اليمينيشن تشامبر ماتش رومان رينز قدام سامي زين. الماتش دي في حاجه واحده بس هي مش منطقيه، وهي ان ليه ماتش سامي زين قدام رومان رينز ما يروحش الريسلمانيا. مع احترامي الكامل لكودي رودز واللي هنتكلم عليه قدام شويه، سامي زين كان تفاعل الجمهور معاه في الفتره دي جامد قوي واتبنى صح من قبل الرويال رامبل كمان، ودليل على كلامي ده ان هو كان يستاهل يروح للريسلمانيا ماتش قدام رومان رينز في اليمينيشن تشامبر اللي ما كانش فيه غلطه حرفيا. بس الدبليو دبليو اي فضلت ان الماتش ده يكون في كندا لان ده كان مكان عرض اليمينيشن تشامبر، فده اللي ادانا امل ان ممكن كودي رودز ينهي مستقبل رومان رينز في ريسلمانيا. بعدها اتجهنا لريسلمانيا 39. بص حرفيا في الماتش ده الدبليو دبليو اي فرض كودي رودز علينا اللي هو يا جدعان مين ده؟ ده لسه جاي من سنه واحده وجات له اصابه وما لحقش يتبني اساسا، هيخش كده ويدمر كل اللي رومان رينز عمله في ثواني. فبقت الناس اللي مش طايقه رومان رينز بتشجع رومان رينز كمان، اللي هو لو حد سالك هو انت رومان رينز الجمهور ابتدى تحبه قول له من اللقطه دي. وخلاص بقى نسبه فوز كودي رودز كانت كبيره كمان. بس على قد ما الامال كانت كبيره الماتش كان سيء بجد. ليه الماتش كان سيء؟ لان الماتش حرفيا ما فيهوش جديد. اللي بيحصل في انتشه رومان رينز كلها طول الثلاث سنين بيحصل برده في ريسلمانيا اللي هو ايوه طب ده حدث مهم يا جدعان، لا مفيش اي حاجه وكانه زي اليمينيشن تشامبر بالظبط. وحتى ما كانش فيه تغيير في اللقطه، سولو سكوا ضرب كودي رودز رومان رينز عمل سبير وكسب. فعلى قد ما الماتش كان محبط الجمهور فرح جدا باللقطه دي لان هم اساسا مش طايقين كودي رودز. وبعدها طبعا القصه اللي انتوا كلكم عارفينها فينش ذا ستوري بتاعه كودي رودز في ريسلمانيا 40. واتمنى لو كملت لحد اللحظه دي مش معقول تكون لسه ما حطيتش اللايك. وبيس يا مان واشوفكم على خير.